أيتها الزوجة، لا تكوني كتاباً مفتوحاً لشريك الحياة. أيتها الزوجة، فلتكوني ذات مبدأ جميل في مفهوم الغموض الذي يلفك لكي يتقرب إليك الزوج. الرجل من طبيعته عندما يرى أن الزوجة كتاباً مفتوحاً وليس لغزاً هائماً، سيبدأ بالشعور بالملل والابتعاد والضمور عنها. أما إذا كانت كتاباً غامضاً، كتاباً هو بإمكانه أن يفتحه وليس مفتوحاً في الأساس، سيجد المزيد من المتعة في البحث عن ذلك الغموض. فلا تكوني كتاباً مفتوحاً، احذري منها.